هل المسألة معقدة ومتشابكة؟ يجوز. خلينا نفهم تحديدا هذا المشهد شديد التشابك شديد التعقيد من دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية وخير من يحدثنا تحديدا عن الملفين دول إيران وإسرائيل. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا سيادة النائب، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك، ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحة والسلامة. حول هذه الأوضاع في هذه المنطقة شديدة التشابك، الخناقة الأخيرة لو صح الكلام يعني ما بين طهران وما بين تل أبيب، إلى أي مدى يرى دكتور طارق تطورها؟ هو طبعا بطبيعة الحال سيادة النائب نحن في الفصل الأول أو في الجزء الأول صح التعبير مما يجري في الإقليم بصرف النظر عن توصيف ما جرى ما بين إيران والجانب الإسرائيلي. طبعا لابد أن نضع عنوان كبير لما يجري، هو ارتدادات حرب غزة. ارتدادات حرب غزة المفترض أنها كانت تتم في إطار محدد، اتسع طبعا نتيجة للممارسات الإجرامية للحكومة الإسرائيلية، فدخلت إيران على الخط. هناك فواعل من غير الدول تعمل إلى جوار إيران، وهي أيضا بتؤدي دور بصورة أو بأخرى، وفي انتظار طبعا سيناريوهات ما هو قادم. الجميع يتحدث عن ما يجري الآن، هل هي معادلة ثنائية أم متعددة الأطراف، يعني ثنائية تشمل إيران وإسرائيل حضرتك فقط، أم أنها تتسع لتشمل أطراف أخرى في توقيتات حرجة، بمعنى أنه بعيدا عن أنه الانتخابات الأمريكية وتقرير ما سوف يتم في الفترة المقبلة في الإدارة الأمريكية، لكن العديد من الدول الأوروبية أيضا ستشهد مع مطلع العام المقبل انتخابات برلمانية جديدة، ففي متغيرات أيضا سواء في الإقليم أو خارجه. طبعا هناك معادلة بتحكم العلاقة حضرتك سيادة النائب ما بين طهران وبين تل أبيب، معلومة للجميع يعرفها القاسي والداني، عنوانها الرادع والرادع المقابل، يعني لدى الطرفين إمكانيات وقدرات طبعا بصورة أو بأخرى تستطيع أن تتعامل في معادلة تقليدية. المعادلة التقليدية حضرتك أستاذ يوسف كانت بتمضي من خلال الاعتماد على الوكلاء في الإقليم للجانب الإيراني، وهم من يقومون بالجهد الأكبر من خلال ما تقدمه طبعا إيران من مجهودات مباشرة لهذه الأطراف. الآن نقطة من أول السطر، بعيد عن ما جرى من توصيف عسكري واستراتيجي، أتحدث في السياسة وليست في الأمور العسكرية أو الاستراتيجية، أنه لأول مرة تبدأ إيران هجوم ليس بحفظ ماء الوجه أو تسجيل موقف أو غيره، وإنما بطبيعة الحال لمحاولة تغيير المعادلة، أيا كان تغيير المعادلة بصورة شكلية أو جوهرية، لكن المعادلة تتغير، والمعادلات الكبرى في الإقليم ستتشكل مما يجري على المستوى الثنائي، وأخشى أن أقول متعدد الأطراف، اللي هيشمل أطراف أخرى في الإقليم، ستلعب في أطراف رئيسة في الإقليم دور مباشر، إضافة طبعا لدور الفواعل من غير الدول الصاعدة اللي هي موجودة في الإقليم وخارجه طبعا، وأشير هنا أيضا إلى تنظيمي القاعدة وداعش وعلاقتهم وارتباطهم أيضا بإيران، لن يقتصر الأمر بطبيعة الحال على يعني الفواعل في الإقليم، سواء كانت حركة الجهاد وحماس و الميليشيات الحوثية والفصائل في العراق وسوريا، وبالتالي هذه الأطراف هي من تتأهب الآن للعب دور معين بعيدا عن الدور الإيراني في الإقليم والتخوف من ردود الفعل الإسرائيلي. بهدوء لابد أن نقيس موازين القوة بعيد عن الأمور التحليلية النظرية. جزء مما حضرتك شايفه هو طبعا المعادلة اللي بتتشكل، لكن خلينا نقول إيه الفرق حضرتك سيادة النائب بين القدرات العسكرية لإيران والقدرات العسكرية لإسرائيل؟ قولا واحدا وفق ثلاث تقارير رئيسية، تقرير سبري وتقرير رانت وتقرير الاي ان اس اس، ودي تقارير عسكرية استراتيجية بالإضافة طبعا لجلوبال فايل، بتضع القدرات العسكرية الإسرائيلية في مرتبة أعلى جدا من إيران بصرف النظر عن ما تمتلكه إيران نظريا من صواريخ ومسيرات واستخدم بعضها في بعض المسارح العمليات وغيره، وبالتالي التهويل من أنه تدخل دفاعات من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لصد ما واجهته إسرائيل، هذا أمر يعني يحتاج إلى تفسيرات متعلقة طبعا بالتزام هذه الدول بأمن إسرائيل وليس الولايات المتحدة. لدى إسرائيل سيادة النائب خمسة أنظمة دفاعية، ليست فقط القبة الحديدية وإنما مقلع داوود، حيث 1 و 2 وأرو والسهم
السماء الحمراء والليزر وغيرها من بقى منظومات اللي بتستخدم في حرب غزة بالمناسبة. وبالتالي إسرائيل لم تكن حضرتك سيادة النائب في حاجة إلى هذه الدفاعات، ولكن استثمرت بذكاء شديد ما جرى من هجوم إيراني أيا كان شكل هذا الهجوم، لكن في النهاية حظيت إسرائيل بدعم كبير. وبالتالي علينا أن يعني نتوقف أمام شكل هذا الدعم في الإقليم لصالح إسرائيل، ليس الولايات المتحدة ولكن ودي طبيعة السياسة الإسرائيلية طول الوقت. وبالتالي حضرتك هنا الاستثمار هيبقى في دعم إسرائيل من الأقوال إلى الأفعال سيادة النائب، يعني أنه خلاص النهاردة حضرتك بتتكلم على الالتزام بأمن إسرائيل، لا ده بينفذ على أرض الواقع، وبالتالي تصبح إسرائيل في مأمن تماما، ليست في حاجة فقط إلى صفقات سلاح جديدة وطبعا محاولة لمساومة وابتزاز الإدارة الأمريكية والضغط عليها لتمديد الصفقة الثالثة اللي وقعها بلينكن خلال الأيام الأخيرة تحت مسمى الإجراءات الاستثنائية الفيدرالية، يعني مش وزير الدفاع بالمناسبة، وبالتالي يعني عشان تبقى خارج إطار الكونغرس كما تعلم مجلس الشيوخ. وبالتالي النهاردة لابد أن ننتبه للمتغيرات الجديدة، إنه هذه الأطراف الدولية العابسة بأمن الإقليم هي من سترسم المعادلات الكبرى، يعني بمعنى فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة، القوى المركزية الأمريكية العاملة في الشرق الأوسط سنت كوم، وطبعا دي بتفصل لحضرتك ليه الرقم واحد في هذه القوة كان موجودا في إسرائيل لتركيب الأجواء، بالإضافة طبعا قبل الضربات الحوار الأمريكي الإسرائيلي، بعيد بقى عن الحديث عن الخلافات الكبرى ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل. لا توجد خلافات حضرتك بالمناسبة، هي خلافات شكلية، لكن في المضمون هو هناك توافقات كبيرة فيما يجري من ترتيبات أمنية ستحاول الولايات المتحدة والقوى الغربية على رأسها فرنسا وبريطانيا إعادة هيكلة ورسم شرق أوسط جديد، شرق الأوسط الجديد ما بين قوسين إسرائيلي. وبالتالي كل هذه الأمور ستصب طبعا في إطار المتغيرات الجارية في الإقليم. إيران طبعا تبعت دبلوماسية واقعية نفعية مصلحية برجماتية كما تعلم، وبالتالي الواقعية في السياسة الإيرانية معلومة للجميع في هذا الإطار، وهي تتحرك توظيف الملف الفلسطيني قولا واحدا لحسابات طبعا كما تعلم فصائلية ضيقة. وأعتقد أنه اللقاءات اللي تمت في الفترة الأخيرة كان سبب في تأجيل التوصل إلى حالة هدنة، وحضرتك تعلم القيادات الخاصة بحماس والجهاد التقت مع مسؤولين في إيران أثناء المفاوضات من الدوحة إلى القاهرة، وأعتقد أنه كان ليهم تأثير كبير في هذا. إيران تريد أن تمسك بقواعد اللعبة بصرف النظر عن ما يجري وبصرف النظر عن الاتصالات التي جرت مع كل الأطراف. أعتقد هنا بيبقى في دور الدول المسؤولة في الإقليم سيادة النائب، في مصر الجميع يتدخل ويحاول أن يضع النقاط فوق الحروف، فتدخل مصر وتجري الاتصالات مع كل الأطراف لاعتبارين، اعتبار أول مصداقية الدور المصري، الأمر الآخر هو قدرة مصر على الانفتاح مع كل الأطراف، يعني مصر أجرت اتصالات مع إيران، أجرت اتصالات مع إسرائيل، الاتصالات مع كل الأطراف الإقليمية. طب دكتور طارق، أن رسم هذا الإطار أو الترتيبات الأمنية ستحتاج لدول كبيرة في الإقليم، دول مسؤولة عن أمن الإقليم. طب دكتور طارق، ده يخلي ان انا في عندي الحقيقه زحمه اسئله بصراحه. اول حاجه منها هي، طيب ايران وجهت هذه الضربه لاعاده رسم المعادله في المنطقه، ما هي المعادله اللي عايزاها ايران في المنطقه؟ يعني من الاخر، ما هو المستهدف السياسي لطهران من وراء هذه الضربه؟ ايران تريد ان تحصل سياده النائب على قائمه طرديه من الولايات المتحدة، وهي قائمة تحفيزية الإدارة الأمريكية ربما تمنحها لإيران من أجل التوصل للتهدئة. هذه القائمة تركز على نقطتين، نقطة أولى متعلقة بتجميد الأموال والبرنامج النووي وتقليل منظومة العقوبات خصوصا في مستواها الثاني والثالث. هذا إذا قامت به الولايات المتحدة وقدمته لإيران هذا أمر مهم للغاية. ربما حضرتك تسأل هل دي أمور أطر رئيسية، تفاصيل طبعا كثيرة، لأن الإيرانيين يريدوا أن يصلوا إلى اتفاق مع الجانب الأمريكي مع هذه الإدارة تخوفا من وصول الرئيس الأمريكي المحتمل الرئيس ترامب، فهم يخافوا الآن من الاختيار أو الانتظار بين رئيس سيء ورئيس أسوأ، هم يتحركوا في هذه المعادلة. وكما أشرت لسيادة النائب أنه إيران لديها سياسة نفعية
بتبحث عن مصالحها، تريد أن توظف كل الأوراق التي لديها في هذا التوقيت. القضية سيادة النائب مش إطار أو شكل الضربة أو كيف ستكون وعلى أي مسار عمليات، وهل باستخدام الوكلاء أم تكرار هذا السيناريو، وهل الإقليم كله مهدد أم ماذا. القضية مرتبطة بماذا تريد إيران من الإقليم في هذا التوقيت. هي أعطت فرصة لنتنياهو أن يقرر سخافاته بأنه لابد من تحالف إقليمي يضم الأطراف الإقليمية في مواجهة إيران. ده أذكر حضرتك بقى بفكرة الناتو العرب التي طرحته في مراحل معينة وأفشلته مصر، لأنه دي كانت ترتيبات أمنية هدفها إعادة هيكلة الأمن في الشرق الأوسط. وبالتالي أعتقد أن نتنياهو من الذكاء أنه هيعيد تدوير هذه الفكرة، يبقى فيه تحالف سيادة النائب، تحالف إقليمي أمني موجه ضد إيران، في ظل بقى طبعا ترتيبات جارية الآن. حضرتك بتتحدث عن تهديدات ومخاطر في الممرات العربية، في البحر الجنوب، البحر الأحمر، في مناطق التماس الاستراتيجية. وبالتالي أنا أعتقد أنه الرابح الأكبر مما يجري هو طبعا إسرائيل وإيران، لأن إيران بتسجل حضور في المشهد. طيب هل ده دكتور يدي، لو صح برضو الكلام، قبلة حياة للأطراف الإقليمية من غير الدول، الحركات والتنظيمات وما إلى ذلك؟ أنا أشرت حضرتك سيادة النائب أنه الفواعل من غير الدول أو جيوش القطاع الخاص لو صح التعبير، لكن هو طبعا مصطلح فواعل من غير الدول، هي التي سيكون لها دور. وأخشى أن يكون هناك موجة من العمليات الإرهابية، يعني القاعدة، داعش، التنظيمات الفرعية لداعش تتحرك في الإقليم. إيران حتى الآن تتحرك في دوائر محددة في الشرق الأوسط، لكن إيران لها أزرعها ولها ارتباطاتها ولها تحالفاتها، وهي تريد تنقل رسالة أن إيران دولة قوية بصرف النظر عن ما تعاني إيران فيه من الداخل من حالة تأزم. إيران يا سيدي دولة مأزومة داخليا، لكنها تريد أن تصدر هذا الوضع إلى جمهورها. وبالتالي حضرتك لو بتعمل تحليل مضمون سيادة النائب لكلام المرشد والرئيس الإيراني وقادة الحرس، كل هؤلاء طبعا لابد أن احنا نشير إلى عدة أمور. أن إيران من الداخل مخترقة أمنيا واستخباراتيا من إسرائيل، وإسرائيل بتمارس حرب الظل، عمليات اغتيالات داخل الأراضي الإيرانية، عمليات تخريب للمنشآت النووية. وحضرتك تذكر كيف حصلت عناصر الموساد على سجلات وبيانات من داخل المفاعلات النووية. وبالتالي حضرتك بتتكلم على دولة مأزومة لديها تأزم، حالة تأزم داخلية، وضع اقتصادي متأزم للغاية، نسب تضخم، طبعا حراك داخلي وتظاهرات دورية بتحدث في إيران، لكن في النهاية لديها أزرع سيادة النائب. طيب ده خليني هسأل يا دكتور برضو، إذا كان الغرب، أو لو صح تعبير بقى مش الغرب لأنه الغرب أمريكا، الشمال هم الأوروبيين، هؤلاء الأجانب إذا كانوا يريدون دمج إسرائيل في نسيج المنطقة، وفي نفس الوقت إيران عايزة أنها تحصل على مكتسبات من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك من الأوروبيين، لماذا لا تعمل كل الأطراف تحديدا الأوروبيين والأمريكان على تهدئة هذه المنطقة للوصول إلى مستهدفهم، ألا وهو دمج إسرائيل في النسيج؟ يعني في شروط لكي نقبل سيادة النائب إسرائيل في الإقليم، إحنا كدول عربية لكي نقبل إسرائيل في الإقليم وليس الدول الغربية أو الدول الأوروبية، في شروط لاستيعاب إسرائيل. صح. هذه الشروط هي مهمة للغاية. إذا سلمت إسرائيل للحقوق الفلسطينية وقبلت قيام دولة فلسطينية، فلا بد أن إحنا سنقيم علاقات مع هذا الكيان أيا كان شكل هذه العلاقات، وبالتالي لا توجد مشكلة. لكن حتى الآن إسرائيل لم تلتزم ولن تلتزم ولم تقدم رؤية ولا مقاربة. كل الحكومات من أكثر من 20 عاما في إسرائيل حضرتك لم تقدم مشروع سلام سيادة النائب. يعني حتى نحن عرضنا كما تذكر من المبادرة العربية، وقبلها كانت مقررات فاس، كثير من المحاولات اللي احنا عملناها، لكن الجانب الإسرائيلي لم يتعامل معها بصورة جدية. لكن الأوروبيين الآن والإدارة الأمريكية تستحضر العمل العسكري بقوة. ربما حضرتك بتقول انه الان قد تبدو الامور، مش عايز اقول صفريه ما بين ايران وما بين اسرائيل، لكن الاقليم كله مهدد الان. لا، لسبب بسيط، هي ازمه غزه. من الذي صعد كل هذه الامور سياده النائب؟ غزة. لو انه ما كانش في ازمه غزه ما كانش حصل هذا او هذه التحركات ما بين تل ابيب وطهران. ضوابط
تحكم المشهد، بمعنى في ضوابط حاكمة لإدارة المشهد وعدم تصاعده بهذه الصورة. وكان هناك ضبط للحركة الإيرانية متعلق بعلاقة إيران بحماس والجهاد وهذه التنظيمات، إنما تم تصعيد الأمر لاعتبارات متعلقة كل ما تشاهده سيادة النائب بارتدادات حرب غزة، وبالتالي الولايات المتحدة والقوى الأوروبية إذا تركت العنصر الرئيسي اللي هو الثابت والمعطى الرئيسي وهو غزة وانتبهت إلى الأمور الأخرى بدون حل غزة والبحث عن إيجاد حل، نبقى خرجنا من الأصول وذهبنا إلى الفروع. بالضبط، يبقى تفرعنا إلى قضايا ودخلنا في المنعطفات. وأنا في تأثيري أنه يعني لابد أن ننظر للمعدل الاستراتيجية الجديدة في الإقليم بمقاربة مختلفة، بمعنى أنه الإيرانيين يسجلون حضورا مباشرا من خلال الدولة الإيرانية أيا كان سلوك إيران وأيا كانت التكلفة، يعني لا يحسبوها اقتصاديا كم مسيرة أطلقت كم أطلقة، يعني النفقة والتكلفة والعائد في مثل هذه الأمور يعني غير واردة في أذهان من يقوم بهذا العمل، لكن الترتيب السياسي والاستراتيجي والأمني يستبق أي قرارات سياسية. وبالتالي شاهدت حضرتك إزاي سيادة النائب كيف تحركت الدول الغربية في بروز حقيقية لإمكانية تهديد إسرائيل على أرض الواقع. يعني إسرائيل لم تهدد بالفعل ولم تصل الصواريخ إلا لأماكن محدودة، يعني حضرتك تعلمها. مظبوط 100%. الرقابة العسكرية بالمناسبة منعت كثير من الأخبار، مش القاعدة بس بير 7 ولا في المنشآت الاستراتيجية الإسرائيلية، لكن الرقابة العسكرية منعت كثير من الأمور في هذا السياق. لكن خلينا أقول إنه هذه بروفة ورسالة لنا إن إسرائيل تحظى بدعم غربي وإنه لن يترك أي مجال لإسرائيل أن تهدد، وبالتالي مش من حماس بس أو من المقاومة الفلسطينية، من أيا كانت القوى اللي موجودة يفكر فيها. كانت رسالة من فرنسا، رسالة من بريطانيا، رسالة من الولايات المتحدة، كل هذه الدفاعات. وبقول لحضرتك إسرائيل تملك 5 أنظمة دفاعية سيادة النائب تحمي سماوات إسرائيل بالكامل، ومع ذلك تركت هذه الدفاعات وتفرغت الدول الأخرى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا للقيام بهذه المهمة، تقدمت للقيام بهذا الدور. صحيح، لإيران في هذا الإطار بدون شك. صحيح. أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور، بصراحة الكلام مع حضرتك ما يتشبعش منه فعلا، يعني لأنه بيبقى التحليل دائما شديد المنطقية ومركز. أشكرك جدا دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية.